أهلا بكم. عام 2020 شهد الكثير من جرائم العنف الأسري الغريبة والبشعة اللي أثارت جدل كبير جدا في الرأي العام، وكان لها صدى واسع وكبير في الأوساط الشعبية. يبدو كمان إن 2021 لن تكون أقل سخونة في جرائم العنف الأسري، خاصة قضايا قتل الزوج لزوجته اللي أسبابها ممكن تكون بتختلف، ولكن النتيجة هي واحدة: زوج بيقتل زوجته. خناقات كتير بتحصل بين الزوجين، دول بيتخانقوا بسبب مصروف البيت، دول شدوا مع بعض بسبب قرايب الزوجة، دي بتروح لمامته أو لمامتها، غيرهم بيتخانقوا بسبب العيال، تربيتهم ومشاكلهم وخناقات كتيرة. دي كلها أمور لا يخلو أي بيت منها. كمان كتير من حوادث القتل حصلت وبتحصل بسبب المشاكل الأسرية والخيانات الزوجية. يومياً بنسمع فلان قتل زوجته بسبب خلاف أسري، راجل دبح زوجته لعدم طاعته أو لعدم انصياعها لكلامه. حوادث كتير تانية ما شفناهاش أو لسه ما ظهرتش للرأي العام، لكنها بتحدث بالفعل يومياً لدرجة مخيفة جداً، خلتنا نسأل: هو الرجالة حصل لهم إيه؟ ليه بنسأل سؤال زي ده؟ لأن مش ده الطبيعي، مش طبيعي خالص إنك تنهي حياة شخص لمجرد اختلافكم في حاجة أو لوجود مشكلة ما بينكم، ما بالك بقى زوج بيقتل زوجته أو نصه التاني، حب حياته اللي كان بيتمنى لها الرضا ترضى وقت الخطوبة. طبعا لازم نسأل السؤال ده: الرجالة حصل لهم إيه يا جماعة؟ هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي بعض حوادث العنف الأسري، مش كلها طبعا، ولكن تحديدا قضايا قتل الزوج للزوجة اللي أثارت جدل كبير جدا في السنة الجديدة 2021، واللي خلتنا نفرض السؤال اللي احنا بنطرحه: طب ما بدال القتل والقضايا والإعدام ما نخرج بالمعروف زي ما دخلنا بالمعروف، أو بالعامية كده اتطلقوا بس ما تقتلوش بعض. خليني أبتدي مع حضراتكم بتفاصيل القضية الأشهر في أول أسبوع من 2021، وهي مقتل سيدة بتعمل مدرسة على يد زوجها أمام مقر عملها في الشارع في مشهد مأساوي جدا. في عز الظهر طعنها بسكينة باردة بعد ما جري وراها الشارع كله وسط ذهول كل الناس اللي شافت الوقعة. وقف يشرب سيجارة جنب جثة زوجته اللي لسه قتلها حالا. تربص المتهم للمجني عليها أمام المدرسة الخاصة اللي بتشتغل فيها، وفور وصولها أمام باب المدرسة هاجمها بسلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات أنهت حياتها على الفور. الحقيقة مبررات القتل في القضية دي مخيفة لدرجة أن المتهم قال للنيابة أن زوجته منعته من دخول البيت وحرمته من ولاده، رفعت عليه كمان قضية خلع وعلشان كده قرر أنه يقتلها. تعالوا نشوف مع بعض الشهود قالوا إيه في الواقعة ونرجع لحضراتكم من تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو صاحب محل، ومن الصبح خبطوا عليه الحكومة، لقيت الجثة قدامي والحكومة خبط عليها، قتلت الكاميرات، شوف الكاميرات اللي رجع على الكاميرات، فطلعوا شافوا الكاميرات عندهم وخدوا السيستم معاهم. شفت الفيديو انه هو راجل جاررها وبيضربها برجليه وفيده خنجر، بس ده اللي هو. وبعدين الشرطة خدت الجهاز، بس ده اللي انا شفته. أنا الصبح الساعة 8 أو الساعة 8 ونص كنت بنزل بجيب فطار لعائلتي، طبعا نزلت لقيت الجثة محطوطة هنا، هو كان واقف جنبيها، استغربت والناس متلمين حواليه، لقيت الناس خايفة تقرب منه، فسبته ورحت ماشي، لقيت الحكومة جاية وراح قابلين عليه واسم دوه بيحققوا معاه وقاعد من جنبه ولا حاسس بضحكة الصراحة، كان منظر بشع. هو كبير في السن، هتلاقيه حوالي 60 أو 70 سنة حاجة زي كده. الكلام ده كان على الساعة 8 ونص 8 كده. بس خلينا نروح مع بعض لقضية تانية فيها أيضا العديد من التفاصيل الصادمة. تخلص سائق من زوجته بعين شمس. اللي حصل إن المتهم قتل المجني عليها أمام بناتها واتصل بالشرطة بحجة الشك في سلوكها، وده الأمر اللي نفته تحريات المباحث حول الواقعة.
طفلتين وقطعة من القماش، كانوا شاهدين على قتل الزوج لزوجته، ما تكسفش وما خافش من ربنا ولا على بناته الصغيرين، فتوحش وقرر التخلص من زوجته أمام أعين بناته. وبدم بارد أبلغ الشرطة بالوقعة وترك بناته الصغيرين جنب جثة مامتهم وغادر مكان الحادث. الزوجة المجني عليها كانت أم لطفلتين، انفصلت عن المتهم من 6 سنين لكنه رجع تاني يطلب عودتها ليه من جديد بعد زواجه من أخرى، وافقت المجني عليها خوفا على مستقبل بناتها. وقام الزوج بتأجير شقة جديدة بمنطقة عين شمس عشان ترجع تعيش الزوجة مع زوجها من جديد. وفجأة وبدون أي مقدمات هدم الزوج أحلام المجني عليها ببناء مستقبل أطفالها من جديد، قتلها وبرر فعلته بشكه في سلوك المجني عليها. جيران المتهم سردوا لتلفزيون اليوم السابع تفاصيل الحادثة، تعالوا نشوف مع بعض قالوا إيه. يقول ان هو يقتلها، ايه المبرر ان هو يقتلها؟ والله اي واحد يعني جالي في حوادث مثل هذه الحوادث يعني يدعي كما يدعي. طب احنا سمعنا ان هو مثلا قتلها لشكه في سلوكه، هل انت في خلال الشهرين دول لاحظت حاجه معينه على المجني عليها؟ لا اي شيء، الباب تحت مقفول، اللي داخل فيه بيخش بالمفتاح. اللي داخل فيه بيخش بالمفتاح، واحنا هنا كاسره واحده كلنا عارفين بعض، حتى المحلات اللي تحت اي حد داخل بيسالوه انت رايح فين، جاي لمين، جاي لمين. فمفيش حد، خصوصا ان هي منطقه شعبيه فالناس كلها عارفه بعض يعني كاسره واحده. فطبعا انا يعني هذا الادعاء انا انا يعني الله اعلم طبعا، انا ما اقدرش اقول لك اه او لا، ولكن هم الواضح ان هم ناس كويسين، شفتهم ناس كويسين، ناس محترمين هم الاثنين، ولم ارى احد طالع نازل، الكلام ده لم يحدث نهائيا يعني. طب هل هو كان متعود ان هو يغيب بره البيت مثلا بفترات او لا. كان شغال ايه طيب؟ انا عارف ان هو كان شغال في الجامعه يعني، وتقريبا كان يعني سمعت ان هو سواء عنده مراته الثانيه جابت له تاكسي عشان يزود يعني دخله الشهري وكده يعني. من مراته الاولانيه؟ اه لا يعني مراته الثانيه اللي هي المجني عليها؟ لا حبيب قلبي، مراته الثانيه المجني عليها هي مرات الزوجه الاولى. اه يعني هي دي زوجته الاولى. هو كان متزوجها من فتره وانفصلوا منذ 6 سنوات. تمام. وبعد ما انفصلوا من 6 سنوات مراته الثانيه دي عندها 2 برضه منه. فهي قالت له ايه، رجع البنت ثاني، رجع مراتك ثاني وناخد لهم شقه جنبنا كده عشان نحافظ على البنتين الاطفال الطفلين دول ويبقوا متجمعين مع بعض. لكن بعد هو رجعها بعديها بشهرين قتلها. يعني بعد ما رجعها من بعد ما كان مطلقها بشهرين فقط قتلها. لا هو انفصل 6 سنين. انفصل 6 سنوات. تمام. وبعد ال6 سنوات رجعها. رجعت شهرين فقط. وبعديها قتلها. بعد كده حصل ايه؟ حصل الحادث. ونروح مع حضراتكم لوقعة ثالثة مختلفة شوية بس برضه نتيجتها الموت. سيدة انتحرت في الحوامدية بسبب الخلافات الزوجية. وده طبعا بعد مرورها بأزمة نفسية كبيرة بسبب تكرار الخلافات مع زوجها. اللي قال في تحيات النيابة انه رجع من الشغل اكتشف جثة زوجته متعلقة بحبل في سقف غرفة النوم، فأبلغ أجهزة الأمن على الفور. يبدو ان الزوج شايف نفسه بريء من التسبب في موتها، وده لانه نفى في أقواله أمام جهات التحقيق وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وأكد ان زوجته كانت بتعاني من أزمة نفسية بسبب نشوب خناقة بينهم قبل انتحارها، وقال إن يمكن ده السبب اللي دفعها للانتحار. خلينا نشوف تحيات النيابة هتوصل لفين ونروح لقضية أشد قسوة وغرابة. وصلت أوراق بطلها القاتل للمفتي، وده لأخذ رأيه في تنفيذ الإعدام اللي أكيد أقل بكتير من التهم المنسوبة إليه. بطل القضية دي قتل زوجته وشقيقه واغتصب بنته، زي ما حضراتكم سمعتوا بالفعل اغتصب بنته. المتهم ألف عين ألف المقيم في مركز طوخ بمحافظة القليوبية هتك عرض بنته، فقالت لمامتها زوجة المتهم، راحت الأم تشتكي لأخو زوجها من اللي عمله في بنتهم، وشقيقه راح يعاتبه على فعلته واتخانق معاه وطرده من منزل العائلة. المتهم حضر لمنزل الأسرة يوم الوقعة وطعن شقيقه بسكين، قتلوا وبعدها طعن زوجته أيضا وقتلها. وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة لتصدر محكمة جنايات بنها حكمها بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي، وده لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض بنته.
معانا آخر قضية لا تقل غرابة ولا قسوة عن اللي فاتوا. متهم قتل زوجته لسرقة بيته بالإكراه. حضراتكم طبعا سمعتوني صح، قتل مراته علشان يسرق بيته، فوصل لحكم الإعدام. التحقيقات كشفت إن المتهم قتل زوجته علشان يسرق المنقولات من مسكنهم، وتم إحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته اللي انتهت بحكم بالإعدام. الحقيقة إن كل الجرائم اللي استعرضناها مع حضراتكم مستفزة، وأكيد فيها تفاصيل إحنا ما نعرفهاش، لكن اللي إحنا متأكدين منه إن أكيد الرجالة اللي ارتكبوا كل الجرائم دي حصل لهم حاجة، مرض عقلي، عقد نفسية، بس أكيد مش طبيعيين. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا الخاصة بأبرز جرائم العنف الأسري اللي قتل خلالها الزوج زوجته لأسباب مختلفة بس هزت الرأي العام. بنتمنى تنتهي ظاهرة العنف الأسري، ومن هنا بنقول لكم تجاهلوا بعض الأمور، تغاضوا عن الزلات عشان كلنا عندنا أخطاء، وبعدوا عن التنمر عشان كلنا عندنا عيوب، انشروا الحب والمودة والرحمة علشان الحياة تمشي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.